Amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, vous allez bien? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'avez fait, s'il vous plaît? Est-ce que le son est, s'il vous plaît? Please. سلام ملك ياسين والأحباب هل كنت تسمعوا فيا؟ السلام باش ندخل في الموضوع ديالك بلا ما نضيعكم الوقت. تخي بيان الوغ دونك حبيت نتكلم على اون كيستيون اللي تدور بزاف اي دونك لا كيستيون هادي وشنو هو احسن تدريب باش نفقدوا الوزن ولا واش ندير لكم سبور ملي خييني نيشان. اوكي دونك كون دابيتود راح نبداو لي برينسيپ نبداو بالمبادئ ابخي راح نهضروا على مبادئ بعض المبادئ في الرياضه واوتوماتيكمون كي نهضروا على بعض المبادئ في الرياضه راح نهضروا على بعض المبادئ في التغذيه اي اوتوماتيكمون اون فونشيني لي شوز باش نقدروا نخرجوا بنتيجه. الوغ دونك التدريب الرياضي هو عباره عن مجموعه من النشاطات. اوكي الهدف الاول من التدريب الرياضي تاعنا هو يعني كيف نقولوا حنا تقويه الجسم ديالنا لتحسين القدرات الجسميه ديالنا ولا الجسمانيه. اوكي كيف يجي انت حنايا يعني كنا حكموا انسان شخص معين ونشوفوا شنو هما القدرات يعني الجسمانيه الفيزيائيه اللي عنده. اوكي alors on va parler sur le plan physique. Alors, donc la première des choses, c'est l'insan a le pouvoir, a la force, a la vitesse, a de cela, a de la résistance, a le mokawab, ok, a de la puissance, ok, a de l'endurance, ok, a de les qualités, c'est-à-dire d'adresse, la précision, ok, a de les qualités de souplesse, ok, yani les souplesses, les amplitudes, les exercices diablo et tout ça. Et donc dans tout ça, l'insan ماشي يبدا يدير ان entraînement physique ما يقدرش يخدم اون كاليتي وحده عنده لي كاليتي respiratoires الكارديو تاعو c'est-à-dire القلب ديالو شحال يحمل باسكو لا بلاك موتريس تاع كاع ليكزارسيس فيزيك سي لو كور. حنا كي نبداو نديرو ان entraînement physique القلب ديالنا يبدا ينبض لي pulsations لي زيدو اوتوماتيكمون لا circulation sanguine تزيد. اوكي ça marche et donc du coup qui تزيد يعني la circulation sanguine ça veut dire الدوره الدمويه تزيد معناها les pulsations التنفس تاعكم يزيد معناها هنا بلي الجسم ديالنا كاينه une réclamation العضلات اوكي راهم يحوسوا على الطاقه دونك باش يقدروا يبوجيو دونك انا نقولوا العضلات راهم يحوسوا على الطاقه. هنا نفتح جوست une petite parenthèse par rapport aux adalat et حصول على الطاقه لي بيزوان كالوريك جورناليي تاعنا اوكي يعني الاحتياج اليومي للحريرات تاعكم لي زامي ولا تاع كل شخص كل انسان هاد لي بيزوان كالوريك يتركبوا على دو بارامتر عندهم الحاجه الاولى سي الميتابوليزم دو باس ابري لي كالوري لي تكونسوماو بور اسوري لي زاكتيفيتي دو لا جورني. Mais le métabolisme de base, la base, ça veut dire la quantité de calories à l'aide de la qui de la qualité 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 de la صح باش نتفاهموا لانه الاحتياج اليومي il dépend de l'activité بالنشاط ديالك النشاط الذهني والنشاط الفيزيائي وقدره التفاعلات ديالك اليوميه بار اكزومبل ندير انت دير اون اكتيفيتي فيزيك تزيد نشاط رياضي اوتوماتيكمون في النشاط الرياضي ولا في الحصه التدريبيه راح تسحق واحد 400 ل 500 حريره زياده على لو ميتابوليزم دو باز ديالك. هذه باش نتفاهموها. اوكي دونك سا سي لا بروميير دي شوز. اي دونك كي تبداو نشاط رياضي اوتوماتيكمون لازم تقويو كاع هاد القدرات. اي دونك حنا كون نشوفو الجسم تاعنا من ناحيه اخرى من وجهه اخرى الجسم ديالنا متكون من عده كتلات
كيف veut dire عندنا اون ماس ان بورسونتاج ادريك سادير اون كونتيتي دو في الجسم ديالنا عندنا ان سيستيم سكيليتيك ولا اون ماس اوسوز عندنا كتله عظميه ولا هيكل عظمي اوكي عندنا كتله عضليه دونك العضلات ديالنا وعندنا كتله شحميه بلس لي زورغان لي فيسير ديالنا لي زورغان ديالنا شحال يوزنوا دونك انت ابخي عندنا العضلات هما اللي راح يتسوليسيتيو في لونطريمون فيزيك يا اخي العضلات هما راح يخدموا لو بلوس والقلب ديالكم راح يخدم تان بلوس باسكو يخدم في كلش دونك العضلات تاعنا تيخدموا مي العضلات اسكو العضلات تاعنا جايين اوتوماتيكمون سور لو سكيلات تاعنا جايين فوق العظم نو ماهوش جايين فوق العظم العضلات عندهم دي زانسيرسيون عندهم روابط على مستوى المفاصل باش العضله تقدر تتحرك بصفه جيده وتصرى لها يعني تصرى لا بيوميكانيك دو ليكزيرسيس ما ندخلوش في لا بيوميكانيك باسكو سي ان بو كومبليكي باسكو علاش ما نعرفش نقرا في لي كومونتير باسكو راني نشرح في امر جد مهم لي زامي باش ما نخرجش من الموضوع الله يحفظكم راني نتكلم على السؤال هذا حيتعاود بزاف ويتعاود على شاك فوا دونك راني نتكلم شنو هو النشاط الرياضي اللي يخليك تشيان دونك سيل فو بلي تبعوا معنا سيل فو بلي ربي يحفظكم ما نقدرش نريبوندي على لي كيستيون بيرسونيل ديالكم اي دونك دوكو هنايا قلنا باللي دونك الجسم ديالنا العضلات تاعنا على مستوى اوكي 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 ونعمة الله ربي يحفظك ان شاء الله مع السلامة دونك قلنا بلي عندنا لي زارتيكولاسيون تاعنا او نيفو دي زارتيكولاسيون او نيفو دي زارتيكولاسيون كاين اربطة لي زانسيرسيون عندنا لي غامون عندنا لي طوندون هما اللي يربطوا العضلة ويخليونا لا موبيليتي الحركية الحركية تاع التمرين الرياضي الحركية تاع المشي الحركية تاع النشاط اللي ديروه الميناج كلش كيفاش الجسم ديالكم اوكي يتحرك اي دونك دوكو انت كلو كان كل يوم تروح يقول لك واحد روح دير كارديو كل يوم انت تروح دير كل يوم كارديو هل الكارديو يخليك هل الكارديو يخليك تقوي الروابط والمفاصل والاربطه على مستوى المفاصل ديالك ما يخليكش تقويهم باسكو مش تقويهم لازم لك ان ترافاي دو رونفورسمون ارتيكولار دونك دو كو كاين اون سيونس لي لازم ديرها اوبليغاتوارمون وين ترونفورسي لي زارتيكولاسيون ديالك وهاد لو رونفورسمون ارتيكولار لي يخليك تقوي الروابط ديالك لي طوندون اي لي ليغامون لي يخليك مع الوقت انت تزيد في القوه وتزيد تقدر تلفد لا شارج وتقدر تافونسي في لاكتيفيتي في النشاط ديالك النشاط الفيزيائي هذا اول شيء حاجه واحده اخرى لازم تقوي العضلات ديالك اسكو الفوتينغ ولا رونينغ ولا الكارديو كل يوم يقوي لك العضلات نو ما يقوي لكش العضلات العضلات مش تقويهم لازم تخدم لي زيكزارسيس تاع المقاومه تخدم زيكزارسيس تاع المقاومه سوا بكتله خارجيه افيك اون شارج اكسترن سا فيو دير شحنه تيزال تاع تلفدهم ولا دي بار ولا تخدم افيك لو بوا دو كور سكون ابل لو بودي وايت بهذاك الوزن تاع الجسم ديالك سي لي زيكزارسيس تاع لو سكوات لي زيكزارسيس تاع لي فونت لي زيكزارسيس تاع لي بوش ابس لي زيكزارسيس تاع لي زابدو هنا تي رونفورس افيك لو بوا دو كور ديالك هذيك هي الشحنه ديالك اوكي فوالا اي دونك دوكو لازم لك دي سيونس وين دير فيهم لو رونفورسمون مسكولير كون جو دي لو رونفورسمون مسكولير سا فو با دير لا مسكولاسيون OK, on peut renforcer le muscle en travaillant des exercices et les positions statiques. OK, avec des squats, avec des squat jumps, avec des burpees, beaucoup d'exercices. Ça, هذا c'est un deuxième point. Donc لازم لك في لونترينمون تاع لا سيمين ديالك, لازم لك une séance de renforcement articulaire, لازم لك une séance de renforcement musculaire, لازم لك une séance de cardio. ولا الكارديو تقدر ديرو دون شاك سيونس دير شويه اون بيريود ولا في لا فان تاع لا سيونس اللي حبيت شيان اوكي راح دير شويه كارديو في لا فان تاع لا سيونس الكارديو اللي ديرو قبل لا سيونس ديالك كيل كو سوا لو تيب دو لا سيونس مازال ما دخلناش في لا ميثودولوجي دونترينمون هذاك سي ان كارديو ديشوفمون اللي يكون في الديبي ابخي الكارديو اللي ديرو مور لا سيونس هو اللي يخليك لي زامي تشيان صادير كي تكملوا لا سيونس لو كان ما يكونش عندك ان رونفورسمون ان اون سيونس دو كارديو
صحيتو. ابخي لي زامي، الا كان نتايا عندك لي كاباسيتي ريسبيراتوار ديالك وتعيا رابيدمون، تقدر دير اون سيونس كارديو. دوكا نروحو لا سيونس كارديو. لا سيونس كارديو ماشي يلزم عليك تروح تجري، اوكي؟ ماشي يلزم عليك تروح تجري. لا سيونس كارديو عندها بلوزيغ فورم. دير ناطاسيون سي اون سيونس كارديو، تروح تلعب ماتش فوتبول سي اون سيونس كارديو، دخل الفوتبول ماتش فوتبول. انا نزهه كي نلعب فوتبول باسكو سبور سي اون اغريسيون تاع لو كور. لازم انت لازم تروح تلعب حاجه تزهيك. دير الفوتبول فيه كلش، مي فيه بوكو دو كارديو. حبيت انت يا تزها، حبيت تلعب ماتش فولي راح تلعب فولي، حبيت ترونفورسي الكارديو ديالك، حبيت ديري لا زومبا تروحي تشطحي شويه، روحي شطحي ديري شويه لا زومبا. حبيت ديري الكارديو ديالك تروح دير فيلو، روح دير الفيلو ديالك. دونك الكارديو عندو بليزيغ فورم، مي ماشي توت لا سيمين وانت دير في الكارديو وتقول راني ندير الكارديو ماشي نشيان. في الديبي راح تلقى دي ريزولتا باسكو ماشي تيان. سو ني با لو سبور، لو سبور اي لي هايبر امبورطون بور ميغري. باردوني موا سخانه. السبور يعاونك بزاف ماشي تيان، مي سون لو ريجيم اليمونتيغ ما عندو حتى امبورطونس. تعرفوا هذاك قانون الكل ولا لا شيء، سيتادجير سوا لو سبور افيك لو ريجيم سي الكل، soit ils marchent ensemble, sinon le sport wahdo sans régime n'a عنده حتى فايده. Donc nديرو nديرو pour la forme, ma nديروش باش نشياف. Si on fait le sport sans régime alimentaire, هنا رانا نديرو اوكي، رانا نديرو يعني جوست تدريب من اجل باش نقويو الانشطه ديالنا ولا الجسم ديالنا. اوكي دونك سا سا سي ان اوتر بوين. حنا نهضروا على السبور اللي خلينا نشيانو. مكة المكرمة النط على الحبل سي ا ايفيتي. إلا عندك سمنة ولا سمنة زائدة ما ديريليش النط على الحبل، لأنه راح تهلكي المفاصل تاع الركبة ديالك. أوكي ما تقدريش تسوقي سوغ اون كورد افيك لي دو بيي ولا ان بي الترني وانتيا عندك سمنة زايدة. سي اون اغريسيون، سي اون اغريسيون تاع لي زارتيكولاسيون تاع لي جونو تاعك. ايفيتي كاع يحبوا الكا يديروا الكوردا باسكو ما تسحقش اسباس كبير سو بلاص طول. نو ما ديريهمش، جو بريفير ديري لا مارش ولا لا كورس كو دو فير سا. اوكي كو تو فاس ان تروك هكا. نكملوا دونك اون في التدريب الرياضي الكارديو عطينا له يعني لي فورم ديالو. ابخي الكارديو تقدر ديرو شاك سيونس ابخي لا فين دو لا سيونس. الكارديو اللي ديرو اوكي في الديبي سي ان كارديو ديشوفمون. Donc on a la semaine, on a un renforcement musculaire, on a un renforcement articulaire, on a un travail يعني, cardio. Après, tu as une seule séance, il y a les trois hadoum. Ok? Il y a les trois. Ok? Tu as les trois. Allez, les trois, tu as dire au début un petit cardio, échauffement. تكمل افيك ان كارديو، دير ان تي رونفورسمون موسكولار بوندون لا سيونس، وتربح الوقت تخدم شويه لي تيغمون لا سوبليسمون ديالك لي زيتيغمون. مي لازم عليك اوكي، لازم عليك تحس بلي لا سيونس ديالك مديت لها طعم، مديت لها هدف، مديت لها هدف. اوكي دونك فيلو تقدروا ديروه كارديو، سي دو كارديو يا با دو بروبليم، سي دو كارديو. بصح ما تستناش بلي دير الكارديو الفيلو وحدك وحدو راح يشينك، ولا راح دير زياده هادي سون ريجيم. ابخي هاد لاكتيفيتي فيزيك لو بوت برينسيبال تاعها سي كوا؟ سي داميليوري لا كاليتي دو في اي لي كاليتي فيزيك. سا فو دير لازم يكون عندك نشاط رياضي، تو دوا افونسي، لازم تتقدم. كاين باغمي لي برينسيب دونترينمون لازم لا بروغريسيون، لازم التدريج في الشده، التدريب الرياضي. لو كان انت كل يوم تبقى في نفس الشده ماكش تافونسي، والسبور لازم تافونسي له. اوكي ابخي التدريبات راح يكونوا في الديبي ثلاث خطرات في الاسبوع، ابخي راح يطلعوا اربعه، ابخي يلحقوا الخمسه، سيلون لي كاباسيتي تاعك، سيلون لو نيفو ديالك. مي فو زيت اوبليجي دو راجوتي ساك سيمين اون بتيت شارج، زيد سوا في الوقت سوا في الشده سوا بلوس. اوكي دركا هنا راح تقولوا لي وشنو هو الوقت اللي نديروا فيه التدريب، احسن وقت للتدريب. Alors, vous n'êtes pas en train de faire le sport de performance.
هكا راكم حابين ديروا نشاط رياضي مش تشيانو. دونك لاكتيفيتي فيزيك عندها ان رول بريمورديال، سو ني با سيغنيفيكاتيف، يعني الامر هذا ماهوش مهم جدا باش تعرف وقتاش تتدرب. بالطبع ماهش تتدرب جوست مور ما تتدرب، ماهش تاكل مور ما تاكل، باردوني موا، راح تخلي الوقت وين تصرى عمليه الهضم لا ديجيستيون، ليستوما يكون اليز باش تبدا التدريب. لكن التدريب ديرو وقت ما حبيت، ليسونسيال كو تو براتيك. اون فوا كو تو افونس، اوكي، اون فوا كو تو افونس هنا باش تقدر، اون فوا كو تو افونس باش تقدر ابخي تو شوازي لو طون. مي ليسونسيال يكون عندك وقت لعمرك 3 فوا بار سيونس، اوكي، 4 فوا ابخي 15 جور، ابخي تطلع حتى 5 فوا. سا بور لاكتيفيتي فيزيك ونوعيه نشاط رياضي. دونك ما كانش رياضه وحده اللي تشين، كاين اون ميثودولوجي دونترينمون، كاين منهجيه، اوكي، في التدريب الرياضي. هذه المنهجيه تاع التدريب الرياضي، اوكي، هي اللي تخليك تو افونس اي تو اميليور لي كاليتي دو في تاعك. وهاد لي كاليتي دو في تاعك باش تاميليوريهم لي زامي، لازم عليك تدرب بطريقه منتظمه، اوكي. سا سي هايبر جيجا ميجا امبورطون. فوالا، هذا سي ان بوان. ان دوزيام بوان لي زامي، بارابور بزاف لي قالوا لي بارابور لا فيديو لي درتها بوندون لي فيت على جال المقروط اي تو سا، جي بيان بريسيزي في لا فيديو تقدروا تاكلوا في العيد زوج حبات. قلت لكم تقدروا تاخذوا حبه الصباح، حبه في القهوه، حبه مع الصلاه الصباح، وحبه العشيه ان غاتو سيك. اون اوكان كا جو فوز اي دي نو مونجي با دو غاتو. انا اللي تبعوا عندي لو ريجيم، شتو راني نعرق، انا اللي تبعوا عندي ان ريجيم عطيت لهم غاتو صباح وعشيه، دو غاتو بار جور لي زامي. اي بلوزيور فوا جو فوز اي دي لي زامي، ما نقدروش ناسوسييو، ما نقدروش ناسوسييو لو فينومين تاع لا بيرت دو بوا لان اليمون، باسكو لو فينومين الي كومبلكس. اسمعوني واش راني نقول وخذوهم بعين الاعتبار، باسكو سي ايبر امبورطون، اوكي. دونك قلت بلي اون نو بو با اسوسيي لو فينومين دو لوبيزيتي، سات مالادي كرونيك، سي اون مالادي ملتي فاكتوريال، كاين بزاف عوامل اللي ياثروا على الانسان سور لو بلون ايموسيونيل، سور لو بلون سنتيمونتال، سور لو بلون فيزيك، سور لو بلون جينيتيك، سور لو بلون سوسيال. كاع هاد الامور يخليوك تتاثر وتسمن. دونك ماشي ان اليمو اللي راح يخلي هاد الامور كاع، هاد الامور كاع تخليك تشيان. سي ليكيليبر اليمونتير جورنالي اي ايبدومادير، هادي قلتها بلوزيغ فوا سيل فو بلي، قلتها بلوزيور فوا. سا فو دير انت شحال راح تكونسومي بوندون لا جورني. اسكو انت كي راك تهضر زعما في العيد على المقروطه، اسكو عطناش ما ديروش فيها تنشخشوخه، الله الله بيان غارني، ها تقدر تخدم تشخشوخه، تقدر تضرب ما فيها زوج كيسان كازوز، زيد في العشاء تضرب كيف كيف. كونت اون بارل، اوكي، اون بارل على كيسكو مونج لا جورني، qu'est-ce qu'on mange la journée. Après, il y en a beaucoup qui disent que il faut faire un déficit calorique et c'est tout, quelle que soit la nature de l'aliment. Là, je ne suis pas d'accord parce que il y a des aliments, les takulhom, où il y a des calories, telles que les protéines. Les protéines qui takulhom, il y a 4 calories par gramme. Le sucre, il y a 4 calories par gramme. C'est kiff kiff. Mais le sucre, il provoque les phénomènes de stockage dans la graisse. La quinquaine, un excès de sucre consommé pendant la journée. Un excès de sucre consommé pendant la journée. Ça veut dire l'excès ziyada ta sukr yitkhazen fi al-khalaya al-shahmiya le plus normalement du monde. Parce qu'il libère l'insuline qui va provoquer la, le stockage. C'est l'insuline qui provoque le stockage ta sukr. Par contre, une consommation ta les protéines, 100 grammes de protéines, t'as tes 400 calories. 100 grammes de sucre, t'as tes 400 calories. 100 grammes de sucre, t'as tes un pic d'insuline. Surtout, l'herdite, haja, je fiha, l'indice glycémique, dielha, habat. Ok? Mais, 100 grammes, t'as protéines, me dilikch un pic d'insuline ou me dilikch un stockage. Donc, la qualité, elle est hyper, giga, méga importante, les amis. C'est giga important. Après, je répète, on ne peut pas associer un aliment
Un aliment est un phénomène complexe. Les qu'on c'est un phénomène qui est basé sur beaucoup de choses, sur des charges émotionnelles. Les mnahom, ok, voilà, les contusrel, un touma taklou ou développer tout le sentiment envers le sucre. C'est le microbiote d'iel comme t'bedel à la sabhad, le sucre, la charge microbienne au niveau des intestins, le comme des émotions, il déprime. Donc là, il faut un travail psychologique, un engagement psychique, un travail de, c'est-à-dire de matraquage, et ainsi de suite. Mais je n'accorde les objectifs tawana, les amis. Ok, donc s'il vous plaît, تأويل الأمور ولا أخذ الأمر وحده هكايا وتعطي له تعقيب وتعطي له يعني تحليل وتقول سو ني با سا لا بون أناليز. كي نتكلم أنا نتكلم أون غروسو موندو، غاستي فوكس معايا إي فوز ألي أفواغ لا بون كونديت إن شاء الله بور ميغريغ لي زامي. أبخي سو c'est-à-dire l'activité physique et la méthodologie d'entraînement, après, allez le régime. Le régime, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas un seul paramètre qui va délimiter le régime. C'est plusieurs paramètres. C'est la masse graisseuse dialecte, la masse musculaire dialecte, le pourcentage hydrique dialecte, les capacités physiques dialecte. Beaucoup de choses, les amis. Ce n'est pas, ça, même pas binomial. Mais je même pas ça ne passe pas comme ça. Ça n'existe pas, ça. لازم عندك دير لي زاناليز تاعك، تشوف لي كارونس ديالك، تشوف لي كاباسيتي، تشوف الكبده ديالك بوسيبل الي انفلوبي دو غريس. لازم تدير لا بون كونسوماسيون تاع لي زاليمون، لا كاليتي، لا كونتيتي. سو ني با ان ازار لي زامي، سي توت ان ترافاي. اوكي، يلاه تهلاو في روحتكم، غاردي لا بيج، اي بارتاجي لو لايف هذا وما يلحق لو ماكسيموم دو جون. يلاه نهاركم زين، كان معكم سمير بن عيسى. السلام عليكم.